قلت امشي وراه وانا مغمض. طبعا في بدايه مشوارك. هو مين اهم من ناصر محروس؟ قلت امشي وراه وانا مغمض. بعد 13 سنه حصل خلاف ورفعت عليه قضيه. لا 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 خالص، ما حصلش، ما رفعتش عليه قضيه. رحت المحاكم عشان عقدك. لا مش محاكم خالص خالص، احنا الموضوع خلص بشكل ودي انا واستاذ ناصر محروس، ولا محاكم ولا عتبت محكمه في حياتي غير لا انا رحت محكمه بنود العقد. عشان بس ايه؟ عشان بنود العقد. لا لا بس ما روحتش محاكم، انا المره الوحيده اللي روحت فيها محكمه كنت عشان اطلع ورقه من سنين، يعني قبل ما امضي مع استاذ نصر. كما رجليا ما خطتش محاكم ولا هو في موضوعنا ده، وفي الاخر خلص بالتراضي. يعني اللي بيننا اعمق يعني، والعلاقه الانسانيه كمان والشخصيه اللي بيني وبين استاذ نصر محروس اكاد ازعم تختلف تماما عن اي فنان اشتغل معاه، لان احنا العلاقه بينا في منطقه يعني ما ينفعش حد يخدشها. طب ليه بعد 13 سنه فتحت وحصل خلاف لا هو احنا يعني كان خلاف على بنود عقد وعدد البومات قطع مع بعض بس، يعني عشنا خلص مع بعض بس، لكن لا ما فيهوش اي تمرد وما فيهوش اي حاجه، واحنا يعني انا ما بحبش حد، ما حبيتش حد في المهنه دي قد استاذ نصر، وعلى المستوى الانساني انا بحبه حب يعني ربنا وحده اللي يعلم، هو عارف انا بحبه ازاي وهو عارف قيمته عندي عامله ازاي، يعني ربنا يحفظه لينا ويبارك لنا فيه، ويا ريت يبقى عندنا زيه كتير. كان عقد 8 البومات في 8 سنين. بس انا في حاجه، انا في اتفاق بيني وبين استاذ نصر عشان برضه عشان يعني الواحد يبقى ان انا ما نتكلمش في الموضوع ده خالص، يعني انا رديت عليك في كام سؤال يعني تكريما ليكي، بس انا في اتفاق بيني وبينه ان احنا ما نتكلمش في الموضوع ده خالص. يعني انت ما قلتش يا دياب التصريح ده هو رفع عليا قضيه زي ما بيرفع على كل الفنانين؟ انا قلت لك اكراما ليكي، انا رديت على اول كام سؤال. ايوه بس انا مش هقدر اكمل معاكي. لا تقدر تقولي مش عايزه يعني قولي لا ما حصلش، عشان في اتفاق ضمني ما بيني وبين استاذ نصر، وانا زي ما قلت لك من شويه في لقائنا ان انا ما بخليش بكلمتي ان احنا ما نتكلمش في الموضوع ده خالص. فيعني أرجوك احترم ده عشان بس عشان الموضوع ما يخصنيش لوحدي، ده يخص رجل أبويا الروحي وأنا بحترمه وبقدره وبقدس علاقتنا جدا، فأنا آسف المنطقة دي مش هقدر أتكلم فيها أكتر من كده. حقك عليا، احترم ده جدا، حقك عليا، معلش جداً.